هذه نعم سيدي، كنغلفوا القربة، كنغلفوها بتوب حياتي، توب ديال حياتي، كنغلفوه عليها وندوزوا عليه الخيط بحركة دائرية ومن الفوق باش يتبت داك الخيط مزيان وتبت تعطي الشكل ديال القربة. من بعد كنكونوا داك حب رشاد، كنكونوا مرقدينه في الماء الليلة كاملة حتى الصباح، ونشدو داك التوب نفزكوه مزيان ونبداو نحنيو ليها، كتحنيها كاملة كتعمريها وتبداي في الماء، في الماء نشف كترش عليه الماء، في الماء كتصيبو نشف كترش عليه الماء وتحط واحد السويعة ديال المكانة. دابا هذه عندها النمو ديالها فين كيتحدد، عندها 10 أيام، 10 أيام النمو ديالها، تي صافي تي كتحبس وكتبقى تسقيها عادي. المهم تيبقى داك الديكور حتى تي تقدر، انا مازال ما عرفتش واش شحال غادي يدوم المدة. المهم عنده 10 أيام ديال النمو ديالو، راه تبارك الله راه طويلة، 10 أيام ديال النمو. ممكن دير الحلبة، الشعير، زرع الكتان، دير سميتو، المهم اي بودور. المهم هذه دابا مني كتكبر كتقدر تبدا تقطع منها هاد سميتو، هاد المنبت كيكون دواء، لا بالنسبة للحلبة لا للشعير لا، ممكن ديرهم في شلاضة. انا ما سخيتش بيها، وما نورمالمون واحد المذاق فيه زوين الا غادي يدار في شلاضة. شو هاد البارتي، هادي حلبة يلا نايضة، مسخيتش بيها باش ناكلها صراحة. لما تيجي في شلاضة زوين، يا سلام، هي فيما تي صافي تتكيبس او لا صافي تنتهي المدة. تسالي من هنا دير هذا ياك، دير هنا تجي لك شي شويه دوز دروب فيها لازم. بالنسبه للسق وكتسقيه كل صباح، وفيما تتبان لك يبست المهم كتسرد مزيان، تحاول تسرد مزيان حتى تحسي بداك التوب عاود فزق عاوتاني من جديد. وإذا كانت تسميك القربة كتندي بزاف، مبارك على واحد سميتو تسقيوها في الصباح صافي، خاصها تسرد مزيان وتخرجها شويه للشمس حتى تتقطر، راه سبحان الله دغيا تتنوض. هانتوما ها كيفاش، هذه دابا عندها 6 أيام، ها 6 أيام تبارك الله كتكبر بحال الزربيه. ها ماشي وحدات هنا مازال ما نبتوش، يلا بعدين ديكور جميل جدا. هذه عندها 2 يومين، هذه البارح راه صورتها وكانت باقا، كاين شي بلايص هنا يلا تينبتو، هنايا راه منبت. هذه هي الطريقه الاولى، هذا يلا بادي كينبت حل غريريف، وهذه سليلة تاهي بحركة نبت، شديت سلة ديال الدوم تاهي غلفتها، هاهي كتنبت تاهي، درت فيها زريعة الكتان والسانوج كلها غلفتها وكنسقيها باش تنبت. ايه وهذا الشي اللي كاين هادي.